تم إطلاق مهرجان دبي السينمائي الدولي تحت شعار ملتقى الثقافات والإبداعات. وعلى مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، نجح مهرجان دبي السينمائي الدولي في نشر ثقافة سينمائية مزدهرة. الدورة الأولى عام 2004، بعد عامين من التحضير لفريق عمل يضم أكثر من 400 موظف، انطلقت فعاليات الدورة الأولى بمشاركة 76 فيلما وحضور أكثر من 13,000 متفرج. الدورة الثانية عام 2005، شارك فيها 98 فيلما مثلت 46 دولة من مختلف أنحاء العالم بحضور قارب 30,000 متفرج. الدورة الثالثة عام 2006، شهدت هذه الدورة إطلاق جائزة المهر للإبداع السينمائي العربي التي تهدف إلى تكريم السينمائيين العرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وشارك في هذه الدورة 108 فيلم من مختلف أنحاء العالم. الدورة الرابعة عام 2007، شهدت هذه الدورة إطلاق ملتقى دبي السينمائي، وهو بمثابة سوق للإنتاج السينمائي يهدف إلى تعزيز نمو صناعة السينما في العالم العربي، وشارك في هذه النسخة 140 فيلما. الدورة الخامسة عام 2008، في هذه الدورة تم إطلاق سوق دبي السينمائي لتوفير منصة حديثة لتجارة المواد السمعية والبصرية، وشارك بتلك النسخة 179 فيلما. الدورة السادسة عام 2009، شهدت النسخة السادسة حضور 50,000 متفرج شاهدوا 168 فيلما. الدورة السابعة عام 2010، في هذه النسخة تم تخصيص مساحة خاصة من المهرجان للسينما الإماراتية، وذلك بإطلاق مسابقة المهر الإماراتي لتكريم المخرجين الإماراتيين في فئات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وقد شهدت هذه النسخة 159 فيلما. الدورة الثامنة عام 2011، عرض المهرجان 171 فيلما من 56 دولة، واستضاف العديد من العروض الموسيقية الحية التي اجتذبت آلاف المتفرجين. الدورة التاسعة عام 2012، تم عرض خلال فعاليات هذه النسخة 158 فيلما من 61 دولة، وتم عرض 330 فيلما في سوق الأفلام. الدورة العاشرة عام 2013، شهدت النسخة العاشرة من المهرجان عرض 175 فيلما من مختلف دول العالم. الدورة الحادية عشر عام 2014، أما هذه النسخة فشهدت عرض 119 فيلما بين مختلف المسابقات. الدورة الثانية عشر عام 2015، تضمنت قائمة عرض المهرجان في هذه النسخة 118 فيلما من 48 دولة و34 لغة مختلفة وبحضور أكثر من 50,000 متفرج. واليوم يعد مهرجان دبي السينمائي الدولي واحدا من أفضل 10 مهرجانات سينمائية في العالم.